يواجه فريق الأهلي فريق تليفونات بني سويف، وذلك ضمن مباريات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت بالقاهرة. وتجرى مباراة الأهلي وتليفونات بني سويف اليوم الجمعة 10 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا، والتاسعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت الجزائر وتونس، والسادسة بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قنوات أون سبورت ودي إم سي سبورت والنيل الرياضة. ولمعرفة تردد القناة الناقلة اضغط على الرابط أسفل الفيديو.